وبأول فقراتنا الصباحية حنروح فيها لعالم الحساب الذهني، ورح نتعرف اليوم على واحد من أهم علوم التحليل النفسي يلي هو يعد من أخطر العلوم الإنسانية. ليش؟ لأنه بيبحث بأطوار النفس البشرية يلي لحد اليوم ما زال العلم حائر بتسميتها ووصفها. رح نعرف هذا العلم ونحكي عن أنماطه ومعلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي السيدة نسرين نقور، مدربة حساب ذهني، مهارات عقلية وفكرية وتنمية بشرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن موضوع كتير غريب ويمكن بنفس الوقت هو كتير مهم بحياتنا، لهيك يمكن في كتير من الاستفسارات حول هذا الموضوع، حابين اليوم نضوي أكثر عليه ونعرف بداية من حضرتك نحن شو بنقصد بعلم التحليل النفسي. يسعد صباحكم. موضوع التحليل النفسي أو موضوع هو عم نحكي اليوم عن أشكال الهندسية النفسية هو موضوع كتير خطير وعلم كتير خطير، هو علم قديم لحد هلق ما زال العلماء حائرين بتسمية هذا العلم، لأنه هو بيبحث بأشكال الشخص بأنماطه بسماته وميزاته نقاط القوة نقاط الضعف عنده، فقديش هو الموضوع كتير مهم لحتى بنعرف هذا النمط لأعرف أنا نفسي ذاتي وأعرف نمط الآخرين لحتى أقدر أتعامل معهم، فهو لهيك يعتبروه علم كتير خطير جدا. طيب ذكرتي حضرتك أنماط والنفس والسلوك البشري عند الكبار أو الصغار، اليوم هذا العلم له أنماط معينة يعني هي أساسات يمكن بهذا العلم، خلينا من حضرتك نتعرف على هاي الأنماط أكثر السلوكية البشرية عند الأطفال والكبار. تمام. هلا بالنسبه للاشكال الهندسيه النفسيه سموها هلا بهذا الاسم لانه هي بتعتمد على السيكولوجيا النفسيه، فقديش الموضوع كثير مهم وخطير، فخلينا هلا نضوي على شويه نماذج او انماط. نعم. في عندنا بيجينا المربع الشكلي، المربع عندنا الشكل الدائري، عندنا الشكل المستطيل، عندنا الشكل المثلث المتعرج، خلينا نحكي عن خمس انماط مثلا هلا. كل شكل له كل شكل له مضمون وتعريف، مضمون ميزات. نعم. سمات خاصه بتصف فيها قديش انا مهم انه بعرف هي الانماط لاقدر اتعامل مع الاخرين. صحيح. ومهم تبلش عمليه النجاح باي عمليه. هلا خلينا نروح نبلش مثلا بالشكل المربع. هلا نحن نلاحظ شكل المربع، من شكله للمربع بنلاحظ انه عنده اربع اضلاع متساويه، اربع زوايا متساويه. هي شخصيه لوين بتاخذني؟ لوين تاخذني على الترتيب، قديش هو شخص مرتب متوازن متوازن منجز. صحيح. هذا ما بيهمه السرعه، بيهمه الوقت، الالتزام بالوقت، ما بيهمه تقولي عنه سريع بطيء، بيهمه تعطيه انجاز مهم بينجزه يعني على اكمل وجه. خلينا نروح مثلا على الدائري، الدائري عنده العلاقات، يعمل علاقات مع الاخرين. عنده هي قيمه عاليه بحياته. هو شخص فوضوي، هو هيك ترتيبه، هيك تيبه، هو شخص فوضوي. تمام. هو بيحب العلاقات، هو حساس جدا، هو عنده هي المشاعريه والحساسيه جدا. خلينا نروح مثلا على الشخص المثلث، المثلث كمان اذا بنلاحظ من شكل المثلث هي الحدوديه عند المثلث بتعطيك صفه القائد. لا بكشف أنماطكم. هلا شوفي اللي بديت كنت أسألك على فكرة لأني بعد توقع هذا السؤال منك من نظراتك. هلا عنده هي القيادة إنه أنا قائد، هذا بحب المكافآت كتير، مثلا دعوا شوفوني أنا وبس، أنا بالإنجاز، أنا هدول فعلا المقدمين البرامج عندهم هي السمات، بجوز هني بتطلب منهم هذا الشيء. صحيح. بس هو يعني هذا الشخص هيك نحن بنوصفه، هذا مكانه قائد، فعلا هذا مكانه. تمام. هلا فينا نروح مثلا على شخصيه المتعرج. ما ادراك ما المتعرج؟ المتعرج هو شخصيه ابداعيه ابتكاريه، من شكله متعرج بيعطيك فكره افكار، بتعطيه مشكله بيعطيك حلول، بتعطيك فكره بتعطيه فكره واحده بيبحر بالافكار. كمان ما بعرف انا شخصيته قديش انا اذا انا ام بعرف اتعامل معه لوين باخده، انا اذا معلمه كيف بدي استثمر طاقاته وابداعاته، انا اذا هو موجود عندي بالشغل كيف بدي استفيد منه. يعني كل نمط احنا موجود بحياتنا اكيد مو عبس. صحيح. المستطيل اخر نمط مثلا، هلا هو شخصيه مؤقته. يعني هو عم يلعب ادوار لانه هو بيكون عنده مشكله. مشكله معينه بحياته هي اللي عم تخليه ما نعرفان حاله لنحن نعرفه،
احيانا بتلاقيه مربع، احيانا بتلاقيه مثلث، احيانا بتلاقيه يعني هو تائح بين الانماط، بس اكيد هو عنده نمط بس ما عرر بمشكله. لما بنواجه شخص مستطيل نحن، سواء كان طفل عندي او طالب عندي او زميلي بالعمل او الى اخره، لازم ابحث بمشكلته انا لحتى ساعده يطلع من هي الشخصيه المؤقته ويرجع لنمطه. انا مصر على سؤالي قبل ما ننتقل لعند هايدي. يعني كونك انت بتبحري بهذا العلم، فانت قادره اليوم تحددي الشخص اللي قدامك من اي نمط؟ فاعطينا انماطنا قبل ما نروح للسؤال اللي بعده. يلا تمام. هلا انتم كونكم مذيعين، هلا اكيد الشكل تبعكم اللي عم يخليكم تنجحوا بنجاحكم هو المثلث. عندكم هي الحدوديه، عندكم هي القياده، عندكم انه انا فعلا شخص قادر اني اوصل معلومات. اكيد لو مانك قادره ما بتوقع يعني تكوني بهذا المركز. صحيح. انت لانه كل شخص موجود إله مكانه فعلا اللي لازم أكيد. ينجح فيه. يعني انت لحالك فيك تجيبي اي شخص ثاني محلك يقعد، يعني اذا ما كان قائد بكل معنى الكلمه وقادر ايصال المعلومه يعني. صحيح. لحاله الشكل دالت. وهي الاشكال والانماط اللي ذكرتيها اليوم بعلم التحليل النفسي، نحن اليوم يعني بدنا ندرس الاشخاص، كيف بندرسهم؟ هل نحن بنركز بدايه مثل ما ذكرتي ممكن على الشكل او على لغه الجسد او على الكلام او على اي امور ممكن اليوم نلاحظها بالشخص ونحن فعلا نحكم عليه صح من خلال هي الاشكال الهندسيه النفسيه؟ تمام. هلا شوفي، بكل شخص سواء كان طفل صغير ام كبير عنده مجموعه انماط. يعني انا ما عندي نمط واحد، انا عندي انماط، يعني بنختلف كلياتنا. لا انت عندك كل الانماط موجوده اكيد. ما انت بس مو بس مثلث، انت عندك كل الانماط، بس في نمط هو طاغي على شخصيتك، هو نمط خلص هذا شخصيتك. بس انا مثلا فيني يكون بركم من الاركان مثلث، فيني يكون دائري، فيني يكون، بس انا في عندي شيء نمط خاص هو اللي طاغي علي. هذا النمط لما انا بقدر بعرفه، بحدد سلوك الشخص بهذا النمط، بعرف افكاره، بعرف طريقه مثلا صفاته، شو نقاط قوته وشو نقاط ضعفه. انا تخيلي اذا انا كنت ام بالبيت قديش بتنطلق العمليه مهمه، ليش سموه علم خطير. انا ام بالبيت عندي كذا ولد، هذول الاولاد عندي اذا بعرف انا انماطهم بعرف اتعامل معهم. كل واحد له يعني انا عندي طفل دائري، هذا الطفل الدائري حساس جدا. صحيح. الام قديش بدها تكون منتبهه للفت نظره بقصص. مثلا نروح على المعلمه، ليش بنشوف التعليم مهني فعلا لازم يعرفوا هي الانماط للمعلمين لحتى يطبقوها على اطفالهم. يعني الدرس انا ما يعني مو بس انا عندي كمعلمه خبره او عندي قدره بايصال المعلومات وانا بمتلك معلومات ومكانه علميه والى اخره، انا ما بعرف هي الانماط، انا درسي رح يكون فاشل. يعني تخيلي كم عدد عندي بالصف. أنا لازم اعرف اتعامل مع كل طفل لوصله فعلا لخط التوازن. تمام. وبالعمل نفس الشيء، بسوق العمل نفس الشيء. يعني تخيلي صاحب شركه لازم يعرف يوظف كل مكان الرجل المناسب فعلا بالمكان المناسب لتنجح مؤسسته. طيب ذكرتي اليوم ببعض الانماط، انه في انماط يمكن ذكرنا المتعرج انه هو حدا عنده مشكله، ولكن المتعرج هو المبدع، هو المبدع اللي بيعطي دائما افكار وبيعطي حلول للمشاكل. طيب اليوم ببعض الانماط يمكن يكون في بعض السلبيات عند الأطفال، نحن اليوم هل قادرين نغير هذا الشكل الهندسي بعمر مبكر؟ تمام. هلا مثل ما ذكرنا من شوي إنه هي لازم يكون عندنا نحن هو موجود مزيج من الأنماط، بس في نمط طاغي. بس أنا كيف فيني ساوي؟ أنا مو بغير النمط تلقائياً، هو بالفطرة هذا نمطه، بس أنا بعدل من سلوكه. يعني مثال خليني أقول أنا عندي طفل فوضوي. مين الفوضوي حكينا هلا عنه؟ دائرة. برافو عليك. دائرة. لا الدائرة. عرفت الدائرة. أوكي. الدائرة فوضوي. فوضوي بطريقة حكيه، فوضوي مثلا بيمسك الشنطة كل كتبه بالأرض، لشت المشاعر تطلع. كشفتنا اليوم. كشفتكم. فوضوي مثلا بألعابه. هلا بتيجي الام مثلا، انا خليني اروح على موضوع انا بالبيت، خليني ابدا. عندي طفل دائري، هذا الطفل فوضوي. هلا ما بيصير الام تعامل مثلا انا مربع وهو هو دائره، ما بيصير. اذا انا مربع انا مرتبه لدرجه، انا بدي مثل ما انا بدي، بدك تمشي. هذا هون بتبلش القصه. انا لا بدي اتعامل معه، انا لا. بس بعدل له سلوكه، انه مثلا هي سله الالعاب كلها بيفردها هون وهون وهون، هو بس هيك بده يكرش حواليه. طيب فيني انا بس اعدل سلوكه، انه ماما هي اللعبه بنخلص شويه توجيهات، شويه تعليمات لنعدل تعديل، بس نحن ما فينا نغير اليوم، نحن ما فينا نغير. تمام. لانه هو يعني شيء فطري، بس نحن بنعدل من
من القصص. تمام. طيب بما ان احنا عم نركز على فئة الاطفال اليوم عم تحكي عن هي الانماط، طيب انا عندي اطفال بالبيت، كيف بقدر اليوم اعرف شو هو النمط الهندسي والنفسي اللي موجود عندهم؟ لوين ممكن اتوجه؟ مين ممكن اسال؟ خبرينا اكثر هيك لنوضح لكل حدا عم يتابعنا عن الموضوع. تمام. هلا صارت المراكز، صار معروف هذا العلم في مراكز. اكيد. تمام. مراكز مثلا بيجوا بيسجلوا دورات مثلا بهي المراكز وبنوجههم لهي ورشات دورات، علم كتير كبير نحن منوجههم، وكتير منحكي انه لازم كل ام كل معلمه كل اي شخص وين ما كان موجود لازم يكون فعلا عنده اطلاع بهي الانماط، لانه صدقا انت لما عندك هيك لو فكره بسيطه عن الانماط ما شرط تفوتي انت، يعني مو انا شغلتي اني حلل، يعني كأم أو كمعلمة أنا ما عندي مثلاً مقدرة لأن أحلل الشخصية 100%، بس أقل ما يمكن أعرف هي الأنماط بس أعرف أتعامل معه، عرفتي كيف علي؟ فلازم مفروض يتوجهوا لمراكز، يعني إحنا بنعطي بهي البرامج كلياتها قادرين نوصلها لكل العالم، نعطي مباشر ونعطي أونلاين لتوصل المعلومات. حلو. تمام، يعني ما في له حج الشخص إنه أنا وين بدي روح، موجودة ومتجرة، هو قاعد ببيته. تمام. صحيح. طيب بأي عمر اليوم تبلشوا بتحديد النمط؟ بعمر مبكر من عمر الطفولة؟ هلا قادرين نحدد اليوم شو نمط هذا الشخص؟ هلا هن الأطفال بيكونوا بالبداية هن مزاجيين، أنت ما عم تعرفيهم لحتى يفوتوا بمرحلة الكيجيات، هلا بالكيجي هلا فات على الروضة، شوي شوي صارت الشخصية عنده تنصقل، صرتي تعرفي هو نمطه يبين، هلا هو صغير لا بعده هو ما فينا نحدد، يعني لأنه هو نحن عم نعلمه، بيكون هو عم يتعلم شيء مكتسب الطفل. حتى يطلع من البيئة الحاضنة اللي نحن فيها، يعني نحن عايشينه فيها للطفل، ساعتها هو شوي شوي نمطه رح ينكشف علينا. لما بروح على الروضة، بروح على المدرسة، بروح هلا هون صارت شخصيته تبين بشكل أكثر. يعني ذكرتي إنه هذا العلم هو علم كتير قديم، ولكن هل اليوم لسه موجود؟ كيف عم يتم استخدامه أو تطبيقه إن كان بحياتنا اليومية أو بحياتنا العملية؟ خلينا نوضح. تمام. هلا هو علم فعلا قديم جدا، بس هلا هو هذا العلم يعني قديش نحن كثير صرنا هلا ننور عليه، وكثير نحكي يعني بنشجع الامهات، من الامهات بنشجع المعلمين، بنشجع مثلا اصحاب العمل، لانه فعلا هو علم يعني مهم جدا انك انت لازم تعرف المعلومات هي 100%. تمام. هلا تخيلي مثلا انا هلا صاحب هلا بيجيني مثلا انه يعني في مؤسسة أو منشئة معينة بدها توظف موظفين، صحيح. شوفي لوين الموضوع بيروح، مو بس بيت تعليم كذا، بالعمل. من الأسئلة اللي أنا بحطها مثلا للمقابلات لوظف لهم يوم مثلا، حط لهم كل شخص بمكانه المناسب، إنه بدي أكشف نمط كل شخص. يعني تخيلي أنا يجيني شخص متعرج وجاي يتوظف، اوكي؟ هذا انا ما فيني اوظف له اياه 100% بوظيفه دائمه، ما بيقعد، ما بيلتزم متعرج، ما بيلتزم، ما بيلتزم المتعرج، المتعرج انا شوفي شو باخذ منه، باخذ منه افكار، خليه يساعدني بالافكار، بيعطيني ابتكارات، بيمشي لي شغلي، بيمشي، عرفتي كيف؟ بيعطيني حلول لقصص انا ما بعرفها. هون عرفتي كيف شلون؟ يعني قديش الموضوع كثير مهم حتى للتوظيف، للشغل، للعمل. يعني انتوا التنتين مع بعضكم كل وحده بيجوز تكون نمط. تخيلي انا لما بيكون هذا سؤالك، شوفي لما بيكون عندي دائره، وخليني اقول لك مربع، دائري الفوضوي والمربع المرتب، هدول ما بينسجموا مع بعض، في فرق بيناتهم. ايش الموضوع كثير خطير، انا بكون مثلا خليني اطبق هذا الشيء عندي بالصف، انا كمعلمه انا شلون بدي احط الطفل الدائري؟ تخيلي بعرفه بدي احطه بمكانه، الطفل الدائري ما بيقعد اول المقعد وما بيقعد اخر المقعد، بالعكس بيعمل لك تشويش بالصف، هو بحب حواليه كل الطلاب، يعني بحب النص اجتماعي، اجتماعي بحب النص. فتخيلي المعلمه اللي ما بتعرف هي الانماط بتعاني كثير، كثير بتعاني، وهون رح يفشل درسها، يعني هي ما عرفت، يعني ما رح يلتزم معها بالدرس الطفل. تمام. من أجوبة حضرتك ست نسرين، اليوم نحن كل شخص يعني بداخله أكثر من نمط، يمكن يعني اليوم مو بس إن كان مثلث أو مربع إلى آخره، إنه أنا هاي شخصيتي خلاص بالحياة. اليوم هل اليوم التأثيرات، الظروف، المحيط ممكن يعدل هذا السلوك للأسوأ أو الأفضل؟ تمام، سؤال حلو. هلا هون لما نحن بنمشي بهاي الظروف هذا مستطيل، يعني تخيلي مثل خلينا نروح نبعد شوي عن هاي القصص، شخص ساكن بالأجار
تمام؟ بده يطلع من بيته، وشو بده يساوي؟ بده يبحث عن بيت، صح؟ صح. هون الشخص شوفي رب المنزل شو عم بيعمل، هون عم بيعيش حالة المستطيل قولا واحدا، لأنه أحيانا عم تجي الأفكار، هو يصير دائري إنه أنا مشاعري حساس، بدي لاقي بيت مريح لأولادي لمرتي لكذا إلى آخره، وأحيانا بيلعب بمثلا شخصية المربع إنه أنا بدي هذا البيت يكون مثلا مرتب كذا، متواجد فيه كل الميزات، أحيانا بيروح على المثلث إنه أنا قائد، أنا الزلمي بالبيت، أنا لازم دور أنا، فبتلاقيه هون كتير عم بي يعني هي فترات مؤقتة. فكلاتنا هلق أحيانا كتير من ميل لهذا المستطيل، خاصة بالظروف اللي نحن فيها، نحن مايلين كلياتنا للأسف، الشعب كله كلياتنا عم ياخذ نمط المستطيل، كل يوم فكرة وكل يوم شيء وكل يوم تجيكي صعقة، يعني وهالظروف هي اللي عم بتخلي قدر الإمكان. بس نحن بشكل عام لما بنعرف الأنماط، نحن كبار ما بينخاف على حالنا، لأن نحن بنعرف نتحكم بحالنا، بس بنخاف على هذا الجيل، بنخاف على الأطفال، على الأولاد، إنه قديش أنت مثلا هو طفل دائري، أو خليني أقول لك طفل متعرج. طب تخيلي الأم إذا ما بتعرف إنه اب طفلة فعلا المتعرج هو تحفة، هو ما شاء الله قدام رب العالمين من تصرفاته، يعني تخيلي ما تكشف إنه هو هذا طفل مبدع وما تستثمر طاقته الإبداعية، حرام. أكيد. تمام. يعني ذكرتي كمان خلال حديثك أستاذة إنه اليوم في عنا مراكز وفي دورات تدريبية لحتى نحن نتعلم هذا العلم، علم تحليل النفس، لحتى نعرف كيف ندرس الشخصيات، ندرس سلوكياتهم. طيب بالنسبة لهي الدورات، نحكي عن الكادر اللي بيكون موجود بهي الدورات، هل هو من اختصاصات معينة؟ هل هذا العلم بيحتاج لاختصاص معين إن كان بعلم النفس؟ خبرتينا بداية إنه ممكن ما يكون له علاقة بالأخصائي النفسي، فخلينا نوضح هي النقطة. تمام. هلا طبعا هي كلياتها يعني مختصين فيها بالتنميه البشريه وبالبرامج التحليل النفسي وتحليل الشخصيه، يعني انا ما قصدت انه ما له علاقه بالتحليل النفسي، انه قصدي انه يعني ما شرط تكوني انت اخصائيه نفسيه اني انا بدي فصفص هالشخصيه 100%، انا مو هون مشكلتي، وهي مشكلتي يعني شغلي ما انا كيمياء، انا مطلوب مني اعرف بس كنمط كم نمط كم شغلة هيك معينة أنا أعرفها، بس لحتى أعرف أتعامل مع هذا الطفل. هو الطفل هو أساس كل شيء، طفل للمعلم، للرب المنزل، للعمل، إذا آخري. لا، في اختبارات كتير نحن منقدمها، يعني تخيلي شوفي من الاختبارات، شيلك إنه مثلا مثلث ودائرة وكذا، في اختبارات نحن منقدمها، شوفي هي الاختبارات يعني سهلة وبسيطة ومثل ما نقوله مخباي. الطفل بتكشفيه أو أي شخص بتكشفيه لما بيكتب على الورقة. الطفل الدائري بتلاقي دوب وخطه يعني معلم، ما بيشد حتى في ميزات طبعاً طبعاً له ميزات، دوب وخطه كتير منعاني منشوف يعني ما بيقدر يشد. الطفل المربع والمثلث بيشد على القلم لدرجة بجوز بتلاقي يمكن رح يبخشها للورقة قد ما أنا هيك متوتر مربع هو عم قلي قد ما أنه بيشد على الورقة. على الأقل المتعرج لا، بتلاقيه شي هيك شي هيك شي هيك تائه بأفكاره، حتى بيكتب فوق فقرة المتعرج بيكتب يعطيكي سهم هيك بينزل لتحت، يعني في عشوائية عنده. ولا في عنا في فرق بين العشوائية والفوضوية، أشوف الدائرة والمتعرج كتير بينسجموا مع بعضهم، لأن اثنيناتهم عندهم فوضوية وعشوائية بينسجموا مع بعضهم. لقطة بس حطي دائرة مع المربع هون المجازر، شوفي شلون يعني. يمكن هدول الأنماط جدا مهم نتعرف عليهم بحياتنا لنقدر نكتشف الأشخاص اللي حوالينا، نقدر ننسجم أو نبعد. اليوم من هدول الأنماط إذا بدنا نعطي نمط هو الأقوى، هل اليوم في نمط أقوى من آخر؟ ومين هو النمط اللي عنده نقاط ضعف يعني بتكون بحياته؟ تمام. هلأ على فكرة على طول بنسأل هذا السؤال من الأمهات كمان، لما بفوتوا بهي الدورات وبيشوفوا الأنماط بيفكروا حالهم إنه مثلا أنا بدي اختار النمط اللي عجبني ابني هيك. انه بتصيري مثلا نقول له اعملي استبيان وحددي لي ابنك مثلا بالمثلث قديش نقاطه، بالمربع كذا، بتلاقيها هي بتحتار وبتصير بدها مثلا انا عجبني المثلث، بتصير بالمثلث بدها تحط كل النقاط. هذا الشيء غلط، صح؟ هذا الشيء غلط، لانه هون ما في مين احسن ومين احلى. حكيت انا من شوي نحن بالفطره موجوده عندنا هي الانماط، بس نحن بس عم يعني هايدي مثلا بدك تعرفي انت نماطك، بدك تعرفي نمطي، بس انا اقدر هيك. طب نحن كل يوم عم نشتغل سوا، ما عرف نتعامل سوا، نحكي مع بعضنا سوا، هي على مزال شغل. اذا كان طفل، انا طفلي بالبيت، فهذا الموضوع، فمو موضوع انه مين احسن مين ما احسن، كلياتهم عندهم ايجابياتهم
سلبياتهم كلياتهم عندهم شغل نقاط قوة ونقاط ضعف كلياتنا كل الأنماط تمام. بس الموضوع حتى نقدر نتعامل معه بس مو أكثر. يمكن حتى نهرب من نقاط الضعف مفروض يروح للتعديل السلوكي. أكيد أكيد نحن بس شوية توجيهات يعني الطفل قادر للتغيير يعني هو الطفل أنت مثل ما بدك أنت كشفتي نمطه بس عم بتعدلي له يا تمام. خلينا هيك بالختام نعطي نصائح سريعة لكل الأشخاص اللي حابين يعرفوا أكثر عن علم النفسي التحليل النفسي وأكيد لكل الأهالي والمعلمين اللي قلتي أنه لازم يعرفوا سلوكيات وشخصيات الطلاب والأطفال لحتى يعرفوا يتعاملوا معهم ما يكون في أي مشاكل. تمام. أنا بنصح كل أول شيء نبلش من الأسرة بنصح كل الأشخاص للأمهات الزوج مين ما كان بنصح كل العالم أنه تفوت بهذا العلم وما تستهون فيه نهائيا لأنه فعلا هو بيبحر بشخصية الطفل بعقل الطفل بنمط الطفل لحتى فعلا توصل الطفل لطفل متوازن. شو الطفل المتوازن مثل ما رشا أنت حكيتي هلأ أنه أنا بدي إياه شوي تعديل بدي أعدل أنا اليوم. أنه مثلا مو فوضوي على طول ولا مرتب ومتزن على طول ولا يعني حاد أصل الحياة هيك ما حلوة يعني أكيد إجباري يعني. وعلى فكرة لما بيكون أي شخص ناجح بيكون هو عنده مزيج من هاي الأنماط أنه هو قادر يتعامل معه. فأنا بنصح الكل ما يستهون بهذا العلم أو فعلا هو مثل ما عرفوا لنا إياه هو من أخطر العلوم البشرية. وقد اليوم مهم هذا العلم مثل ما قلنا أنه لنتعرف على الأشخاص اللي حوالينا هيك بشكل عام يعني. قبل ما نختم أنت شو نمطك بالحياة ست نسرين؟ ضروري انا مربع والله المخرج عارف قال لي مربع ويطبق عليك المثلث اليوم كمان انت حدا قيادي كونك انت كوتش يعني تمام. هلا انا باخذ من القيادي كثير تمام وانا بنجح فيها يعني انا من صغري بحب هي القائد انا اكون انا وبس وانا بس انا لما عندي نقاط بالاستبيان بتبين نقاطك انت لما بتحطي نقاط كثير مثلا شو النقاط الطاغيه بتروحي انت بتميلي لها وبتقويها. اكيد شكرا لحضرتك اليوم وان شاء الله هيك دائما ايامك نجاح ودائما هيك خلينا نروح دائما للتعديل يوم ما في شيء ثابت بحياتنا اكيد. شكرا لكم اكيد. بالختام السيده نسرين نقور مدربه حساب ذهني ومهارات عقليه وفكريه وتنميه بشريه نورتينا اهلا وسهلا. شكرا لكم يعطيكم العافيه.